تتسارع حدة التوترات وتتسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية للمناطق الجنوبية والضاحية والبقاع لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجنوب اللبناني في 10 أكتوبر. حالة من الذعر والخوف لدى الشعب اللبناني وحركة نزوح كبيرة. كل هذه المواضيع وأكثر سوف نعرفها اليوم خلال مقابلة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ليطلعنا أكثر على تحديثات خطة الطوارئ. تابعونا.